بكم بخير. اليوم جبتكم بوصفة حولة حلوة بدون فرن بدون وسهلة في التحضير. سنحتاج 250، هنا عندي 250، ولكن بغيت ديروا على حسب القالب اللي عندكم. انا عندي قالب كبير المول، خديت 250 ديال البيسكوي. تحتاجوا هذه الطبقة الأولى، احتاجوا شوية الشوكولات الأسود وربع ديال كاس الحليب، وعندنا هناخدو معلقة ديال الزبدة. هناخدو البيسكوي هو الأول، ناخدوه تنديرو في بلاستيك وتنهمشوه. البسكويت ديالنا وجد، نديرو في هاد الإناء وبعد ناخدو الشوكولا، ناخدو الربع ديال كاس الحليب، نضيفو عليها معلقة ديال الزبدة، معلقة ديال الزبدة، ونوضعو في الميكرووند باش يدوب. ها الشكلاط ديالنا ذاب، اللي كان فيه الحليب والزبدة، هاهو، نفرغو على البسكويت ديالنا. ونخلطو دابا، الخليط هنايا فليناه، دابا غنفرغوه في الإناء. داك المول قالب نبسطو مزيان، بعد ما بسطنا البسكويت ديالنا في الاناء في القالب غادي نديروه للثلاجة ونحضروا سميتو الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه تنحتاجو هنايا جوج كيسان ديال العنبه، تنفرغهم هنايا كاس كبير. تنحتاجو الكريم هذا سميتو شانتيي، كريم شانتيي 100 غرام. نحتاجو كيس ديال فاني، وكنحتاجو ثلاثة فرماجات مثلثات، ثلاثة، ومن بعد نطربوه. نطربو مزيان، هاهي بعد ما طلعت كريم شونتيي مع الطبقة الثانية، غنديروها فوق طبقة البسكويت. تناخدو هاد الإناء وتنفرغوه. و
وبعد نديرو في المجمد ونرجعو معكم باش تشوفوا الطبقه الثالثه ان شاء الله. الطبقه الثالثه غنحتاجو الشوكولا، نوضعو الشوكولا وزيت على جوج هذا معالق ديال الزيت، ونضعهم يذوبوا في الميكرووند ونرجع. هالحلوة ديالنا خرجنا بعد ما تجمدات لينا في الميكرو هذا في المجمد، هذا ذوبناه الشوكولا في الميكرووند، ها هو باقي سخون. نفركو شوية، بعدين نزيدو شي شوية في الميكرووند باقي دقيق. هو بعد ما ذوبناه هنكبو على الحلوى، الحلوى ديالنا بعد ما درنا الطبقة الثالثة هي الشوكولا مع ديك جوج معالق ديال الزيت ذوبناهم في الميكرووند درناهم فوق الحلوى، دابا غادي نزينهم بالشوكولا، هذوك حبيبات ديال الشوكولا نخلطو، نديرو الكحل الأسود والبيضين غادي نديروها في الثلاجه تبرد لينا، نقدموها لكم في الصحن ان شاء الله. الحلوه بعد ما بردت في الثلاجه ها هي هي في المول، نحيدوها ونوضعها في الطبق ديال التقديم. ها هي، تنتمنى تعجبكم. ها هي.